سيبوا الورق دلوقتي، ركزوا معايا بس افهمكم الباثو فيسيولوجي، وبعد كده هقرا معاكم الورق، وبصوروا السبوره في الاخر عشان ممكن يبقى فيها كلمتين ثلاثه كده زياده نحتاجوه. اوكي ميرسي، باي باي. يلا احنا بنتكلم في المذكره دي على مرض اسمه روماتويد ارثرايتس، الروماتيزم او التهاب المفاصل. طبعا المرض ده لما بنيجي نعرفه في الاول، سيب الورق خالص، خلينا نتسلى كده مع بعض شويه كاخوه بنتناقش في العلم. المرض ده عباره عن سيستميك ديزيز. اولا في حد وقع؟ سيستميك ديزيز يعني المرض ده مش بس ايه اللي بيفيسيال بتقفل فوقعت. المرض ده ما بيحصلش في المفاصل بس، عشان كده اسمه سيستميك ديزيز، يعني ممكن المفاصل يحصل فيها التهابات وكمان تلاقيه خرج بره المفاصل، اثر على الرئه، اثر على الاي، اثر على الاوعيه الدمويه، فعشان كده اسمه ايه؟ سيستميك. المرض ده لما بيجي في الغالب هو اوتو اميون ديزيز، عشان كده بفضل الله كومن اكتر فين؟ في الفيميل، ولا بيتحول. مرض ناتج عن نشاط زايد لجهاز المناعه، واضطرابات في جهاز المناعه بدات تهاجم السينوفيوم، تهاجم المفاصل. حتى كان بيتوجد انتي بادي غريب قوي اسمه اي جي ام، ده اللي هو في التحاليل اسمه ار اف روماتويد فاكتور. الاي جي ام ده هو اللي بيهاجم السينوفيوم، منطقه المفصل، وبيبدا يسبب فيها كونتينوس انفلاميشن. عشان كده قلنا ان المرض ده بيحصل فيه في النهايه باي لاترال ايه؟ انفلاميشن. بيحصل انفلاميشن دايما في المفاصل الصغيره بتاعت صوابع الايد، صوابع الرجل، منطقه الريست، منطقه الانكل، والموضوع بيبقى باي لاترال، يعني لما بيجي في ايديا بيبقى في اليمين وفي الشمال، لما بيجي في رجليا الالتهابات والتورم والالم المستمر بيبقى برضه في اليمين والايه؟ والشمال. اذا انت بتتكلم على اوتو اميون ديزيز كومن اكتر في الفيميل، يعني هو قبل سن الياس نسبه حدوثه اعلى فين؟ في الفيميل. بعد سن الياس بنتساوى، لان في الفيميل مفيش ايه؟ استروجين، فبتبقى النسبه متساويه بعد سن الياس ما بين الميل والفيميل. لسه مش عارف هو ليه جهاز المناعه هاجم المفاصل، بس هو في الغالب الموضوع بيبقى ليه عامل وراثي، في جيناتيك فاكتور في الموضوع خلى يتكون ابنورمال اي جي ام، كان بيهاجم الاي جي جي في السينوفيوم وبيسبب كرونيك انفلاميشن. طبعا عشان تشوف الباثو فيسيولوجي او الموضوع ده بدا ازاي وابقى فاهمه، انت اصلا لما بتيجي تبص على المفصل، المفصل بيبقى عباره عن ايه؟ نقطه التقاء عظمه مع عظمه ثانيه، ده اسمه الجوينت. وعشان العظمة دي ما تحكش مع العظمة التانية كان في حاجتين لازم يتوافقوا. في طبقة كده بتبقى مغطية العظمة اسمها ايه؟ كارتليج، اللي هي الغضاريف. صعبة اه، ده بتيجي في الغضروف نفسه. عشان العظمتين ما يحصلش ما بينهم احتكاك، النهايه بتاعت العظمه بتتغطى بايه؟ بكارتلج، اللي هي الغضاريف. الحته دي بيبقى اسمها ساينوفيال ميمبرين. الساينوفيال ميمبرين بيفرز سائل جوه عامل زي الزيت كده اسمه ساينوفيال ايه؟ فلويد. زي ما انت بتحط زيت في المكن عشان التروس ما تخبطش في بعض يشتغل كالابريكانت، برضو في المفصل عندنا نقطة التقاء العظمة مع العظمة التانية لازم يبقى فيه لابريكانت زيت عشان يلطف الدنيا او المنطقة دي. فدي كان اسمه ساينوفيال ميمبرين، وده كان اسمه ساينوفيال فلويد، وطبعا بيبقى فيه حاجة كده جاية العظمة دي بالعظمة دي، ملناش دعوة بيها دلوقتي، كان اسمها ايه؟ التندون او الوطن.
المهم اللي بدأ يحصل ايه؟ ان انا عندي اوتو اميون ديزيز، والاوتو اميون ديزيز بدأ يعمل مايجريشن لمين؟ لخلايا المناعة، وايت بيسيز، سايتوكينز، انتي بوديز، كله راح على مين؟ على الساينوفيوم، على السائل ده او السائل الزلالي اللي موجود في المفصل. النشاط الزايد بتاع خلايا جهاز المناعة عمل في الساينوفيال ميمبرين ايه؟ انفلاميشن. طيب الانفلاميشن ده بدأ يعمل ايه في الساينوفيال ميمبرين؟ بدأ يزود البلوريفيريشن بتاع الساينوفيوسايت. الساينوفيوسايت اللي هي الخلايا بتاعت الساينوفيال ميمبرين التكاثر بتاعها زاد والعدد بتاعها زاد، وبدأ جزء منها يتحول إلى خلايا اسمها فايبروبلاست. يبقى أنا نشاط جهاز المناعة الزايد وتجمع خلايا جهاز المناعة بكمية كبيرة بدأ يزود البروليفريشن بتاع الساينوفيوسايت، وبدأت الخلايا بتاعت الساينوفيال ميمبرين العدد بتاعها يتكاثر ويزيد، وجزء منها يتحول إلى فايبروبلاست. فأصبح دلوقتي خلايا جهاز مناعة مع فايبروبلاست مع ساينوفيوسايت عددها بيزيد عن الطبيعي. ده كله كون طبقة جديدة كده، طبقة زيادة مجمعة الحاجات دي كلها. الطبقة دي بيسموها بارس، اللي هي دي. طيب الطبقة الزيادة اللي اتكونت اللي هي عبارة عن تجمع لخلايا جهاز مناعة وانفلاماتوري سيل وفايبروبلاست وساينوفيوسايت، الطبقة الزيادة دي بتعمل ايه؟ هي عاملة زي الورم، بتقعد تتكاثر وتكبر وتاكل اللي في سكتها. تاكل اللي في سكتها يعني هتاكل مين؟ تعمل دامج للكارتريج الغضروف، وتخلص الكارتريج تخش على مين؟ على العظمه اللي تحت الغضروف، تعمل في العظم والغضاريف اروجن تاكل. ده غير ان البانس او الماده الزياده دي هتبدا تطلع انزيمات، الانزيمات دي ديستركتيف بروتوليتيك، تبدا برضو تدمر في مين؟ في الكارتريج والبوم. التدمير والانفلاميشن اللي بيحصل في الكارتريج والبون هو اللي هيؤدي لظهور الاعراض بقى، البين والسويلنج، والمميزه جدا الاستيفنس، ان في تصلب او تخشب في المفصل وعدم قدره على الحركه. ودي الاعراض المميزه في المفاصل الصغيره للهاند والريست والفيت. المنطقه بتسخن، بتحمر، بتورم، بيبقى فيها ستيفنس، تصلب او تخشب. من ضمن الحاجات اللي بستخدمها في التشخيص، اولا لازم اعمل للمريض تحليل روماتويد فاكتور اللي هو مين؟ الاي جي ام، بلاقيه عالي. كمان السيري اكتف بروتين بلاقيه عالي. السيري اكتف بروتين ده ماركر بيزيد في اي انفلاميشن في جسمك، اي انفلاميشن لازم تلاقي السيري اكتف بروتين عالي. كمان في حاجه اسمها اريثروسايت سيديمنتيشن ريت، تحليل اسمه سرعه ترسيب. طبعا اي انفلاميشن في جسمك على فكره، لو رجلك ورمه، لو ضرسك وارم، هتلاقي سرعه الترسيب طالعه ايه؟ عالي. لان لما بيحصل انفلاميشن وخلايا جهاز المناعه نشاطها بيزيد، لزوجه الدم بتزيد، ولما لزوجه الدم بتزيد سرعه الترسيب بتزيد، اللي هي الطبيعي بتاعها من 0 ل 15 دقيقه في الرجاله، الرقم ده مش مكتوب، ومن 0 ل 20 في الستات.
يبقى من ضمن الحاجات اللي هتبقى مميزه لحدوث الانفلاميشن هو ارتفاع سرعه الترسيب. اريثروسايت سيدمنتيشن ريت الطبيعي بتاعه من 0 ل 15% من 0 ل 20%. كمان بلاحظ ان في زياده في حاجه اسمها انتي سترولينيتد انتي بوديز. يعني ايه انتي سترولينيتد انتي بوديز؟ الانفلاميشن لما بيحصل ونشاط جهاز المناعه بيزيد، في امينو اسيد اسمه ارجينين بيتحول الى امينو اسيد اسمه سترولين. لما جهاز المناعه يلاقي السترولين ده متكون منه كميه كبيره، بيبدا يكون ليه ايه؟ اجسام مضاده اسمها انتي سترولينيتد انتي بودز. يبقى مره ثانيه لما بيحصل انفلاميشن وخلايا جهاز المناعه نشاطها بيزيد، في امينو اسيد اسمه ارجينين بيبدا يتحول لامينو اسيد جديد على الجسم وغريب اسمه سترولين، فيبدا جهاز المناعه يكون للسترولين ده ايه؟ اجسام مضاده. فنسمي الاجسام المضاده اللي بتبقى ايجابيه في التحليل انتي سترولينيتد انتي بودز. ودايما من العلامات اللي تقول لك ان الحاله سيفير ايه؟ ان انت تلاقي الروماتويد فاكتور عالي قوي، وتلاقي الانتي سترولينيتد انتي بوديز عاليه قوي في نفس الوقت، وتلاقي بقى اكسترا ارتيكولار سيمتومز. يعني تلاقي المرض بدا ياثر على اماكن خارج المفاصل. يعني مثلا بدا المريض يحصل له لانج فايبروزيس، الرئه اتأثرت، وبدأ يحصل له فاسكولايتس، الاوعيه الدمويه اتأثرت، وبدأ يحصل له اي دراينس. دي العلامات اللي بشوفها وبعرف ان الحاله سيفير ووصلت لمرحله متاخره. روماتويد فاكتور عالي قوي، انتي سترولينيتد انتي بوديز عاليه قوي، كمان بالاضافه لاكسترا ارتيكولار سيمتومز، ان الاعراض بدات تخرج بره المفاصل وتاثر على الجسم سواء في الرئه او الاوعيه الدمويه او العين. نقرا اول ورقه. ميرسي. ديفينيشن. Systemic disease characterized by a bilateral inflammatory arthritis that usually affects small joints of hands, wrists, feet. Rheumatoid arthritis is autoimmune disease with a strong genetic disposition. عامل وراثي. Women الحمد لله 3 times more often than men. الكلام ده قبل المنوبوز. Onset is frequent between ages 40 and 50 but people of any age can be affected. Pathophysiology. Chronic inflammation of synovium. عمل proliferation and the development of pus. Pus invades, بتهاجم الكارتريج، تعمل erosion في البون joint destruction. Cause of initial inflammatory activation is unknown, but once activated, immune system produces antibodies, cytokines that accelerate joint destruction. Patients present with joint pain, stiffness مميزة, fatigue. Symptoms also include warmth, redness, swelling of joints, usually symmetrical في الناحيتين. التحاليل Positive rheumatoid factor IgM
زيادة sedimentation rate سرعة الترسيب، زيادة C-reactive protein، زيادة الانتيسايكليك سترولينيتد انتي بوديز، نورموكروميك نورموسيتيك انيميا. بيجي لي انيميا، بس يعني ايه نورموكروميك نورموسيتيك؟ نورموكروميك الهيموجلوبين كويس، نورموسيتيك الحجم كويس، العدد هو اللي قليل، العدد هو اللي قليل. نورموكروميك هيموجلوبين كويس، نورموسيتيك الحجم كويس، ولكن العدد بتاع الار بي سيز هو اللي قليل. هو اللي ايه؟ قليل. قليل يعني. قليل يعني. معلش انت مش متعودة على الكلام ده. سيرك لما تختلطي معانا كتير هتتعودي. دكتور. ايوه. ايه البنص دي؟ بيتفرج على عدد كتلة زيادة. طبقة زيادة. محمود ما بقول لك هو وقع من الكرسي الابيفيزيا اللي شغلته على الكرسي من ساعتها وهو منفض لنا الكرسي الله يرحم ابو الابيفيزيا اللي هي فين؟ خلصنا؟ لسه خلصنا يا بنتي عامل لك بوست النهارده على الكرسي ما في الابيفيزيا نتكلم على الروماتويد ارثرايتس وقلنا ان الروماتويد ارثرايتس ده اوتو ايميون ديزيز ليه عامل وراثي في الحدوث بتاعه ايه ده وكنا قلنا ان نسبه حدوثه بتبقى اعلى في الفيميل لان جهاز المناعه في الفيميل ايه اعلى بسبب الاستروجين عشان كده نسبه حدوث المرض ده في البري مينوبوزال فيميل اعلى بكتير من الرجال انما بعد المونوبوز النسبه ما بين الستات والرجاله بتتساوى او بتكاد تكون واحده. المهم ان المرض ده كان بيبقى عباره عن انفلاميشن. الانفلاميشن ده بيصيب المفاصل الصغيره، مفاصل الايد والرجل والريست. كان الانفلاميشن ده باي لاترال، يعني لما بيجي بيجي في الناحيتين مع بعض، سواء الايد او الايه؟ او الرجل. كنا قلنا ان في مشكله في جهاز المناعه بيكون من خلالها ابنورمال انتي بادي اللي هو الاي جي ام. الاي جي ام ده هو اللي بيبدا يهاجم المفاصل وبيهاجم السيلوفيوم ويجمع معايا خلايا جهاز المناعه ويبدا في المفاصل يتواجد حاله انفلاميشن مزمنه. في انفلاميشن وفي تورم وفي ريدنس وفي ستيفنس تخشب. اللي بيعلم لي الروماتويد ارثرايتس هي كلمه ستيفنس تخشب بيبقى قوي جدا في المفاصل. طالما المرض ده اوتو اميون وطالما المرض ده كرونيك يبقى انا لما بدي دواء انا مش هعالجه نهائيا. انا بدي دواء عشان اقلل الديزيز بروجريشن عشان اوقف الحاله وامنع تاخرها عن الوضع اللي هي وصلت عليه. وطالما الموضوع اوتو اميون وخلل في جهاز المناعه يبقى انا العلاج بتاعي هيبقى مسبق يعني هفضل ماشي عليه على طول. طيب في الروماتويد ارثرايتس كنا واقفين عند نوع من العلاج بنسميه نون فارماكولوجيكال. خلي بالك عمرك ما ينفع تختار النون فارماكولوجيكال لوحدها. ما ينفعش نون فارماكولوجيكال بس يعني هو العلاج الطبيعي والكبيره وال تقليل الوزن هيعملوا ايه في الروماتويد ارثرايتس؟ فانا عمري ما هعتمد على النون فارماكولوجيكال لوحدها، اوعى تختارها لوحدها. نون فارماكولوجيك يعني بيقول لي ان المريض لما بيحس بتعب او بيقابل مشكله في الاطراف المفروض ان هو يريح وما يمارسش النشاط. اللي هي حاله الريسك. كمان مقصود بيها ان انا ممكن بسهوله جدا لازم اقلل الوزن. لان كل ما الوزن بيزيد الضغط والحمل على المفاصل بيزيد. كمان النون فارماكولوجيك بيشمل الفيسيوثيرابي اللي هو العلاج الطبيعي. بيشمل التدخل الجراحي. بيشمل السبلنتس، سبلنتس يعني الجبيره. ان انا ممكن اركب جبيره او اركب حاجه زي الرباط الضاغط عشان تحافظ على المفاصل وتهويها وتقلل شويه الالم بتاعها. او ممكن استخدم اجهزه. اجهزه بتركب
بتساعد في الحركة بتاعت الصوابع، بتساعد الشخص اللي هو يحرك المفاصل بتاعته. دي كلها حاجات نان فارماكولوجيكال، اوعى تختارها لوحدها، هي بتبقى بتستخدم دايما مع العلاج الرئيسي. طيب ايه بقى العلاج الرئيسي للروماتويد ارثرايتس وايه الانواع بتاعته وبمشي بيه ازاي؟ العلاج بتاع الروماتويد ارثرايتس بنسميه دمارس. حتى هو بيجي لي في الامتحان كده دمارس، انت بتكتبه دمارس. ديزيز موديفاينج انتي روماتويد دراجز دمارس. دمرت انا بقول دمرت، ما تحفظيها براحتك. لا لا عادي، لو عايزه تعرفيها كده وخلاص، هو بيجي في الامتحان كده. طول ما انتم مع الدكتوره منى هي بتعشق الاختصارات، توقع اي اختصارات تجيبه لك، بتعشق الجرعات، اسئلتها كلها بتبقى صعبه جدا ومحتاجه تفكير. ده هيخلي امتحان السيرابي اصعب من امتحان الفارما، واحتمال امتحان الفارما جزء كده فيه يبقى صعب لان الدكتور عطر ده في حاجه مش مظبوطه. لسه اول مره اشوفه لحد دلوقتي مش عارف هو جاي منين. لا والله مسافر فعلا. مسافر قد ايه ده؟ 25 سنه؟ دخل بالجامعه ورجع تاني. ما انا عشان كده بقول لك، انا اصل انا دخلت اولى كليه سنه 2001 ما كانش موجود، ومن ساعه الكليه ما شفتوش، ومن اول ما اتخرجت شغال كورسات ما عداش عليا، فعشان كده ايه؟ ما هو بقاله كتير عمال يرجع ويترفل ويرجع. يترفل. يترفل، انت معقد بقى. في عقده نفسيه هتطلع على الراجل او الراجل، يعني هو 25 سنه بيترفل ومش عارف يرجع، يعني كنتوا؟ وعمال يشرح كدني ومش ملتزم بالكتاب، عمال يصوت على الكتاب؟ ماشي. بتبقى ايه بقى؟ الدفعه دي اصلا الفكره. باين والله. ما هو بتقولي 25 سنه مرفوض، رجع يتفاجئ عليه. انا عمال اقول مين عاطف ده يا جدعان؟ مين عاطف ده؟ المهم الدمارت اللي هي الادويه اللي بنستخدمها في علاج الروماتويد ارثرايتس هنقسمها لنوعين. وانتوا عندكم فكره عن اسماء الادويه. نوع اسمه نون بايولوجيك، ونوع تاني اسمه بيولوجيك. طب وانت قبل ما تقول لي يعني ايه نون بيولوجيك وبيولوجيك، الدمارتس دي خلي بالك من نقط مهمه جدا، عشان الدكتوره هنا بتحب التفاصيل. ممكن يبان لك ان الكلام قليل او الكلام سهل او ان انت مذاكره، بس هي بتسالك في جوه، ما بتسالكش ظاهريا. اولا لازم الادويه دي ابداها في خلال 3 شهور من التشخيص. كل ما يعدي اكتر من 3 شهور النتائج العلاجيه بتبقى اضعف، والمضاعفات نسبه حدوثها بتبقى اعلى. دي اول حاجه. تاني حاجه هي الادويه دي ادي منها دواء واحد ولا ادي منها كومباينيشن؟ قال لي على حسب الحاله سيفير ولا لا. واحنا قلنا الحصه اللي فاتت الشروط اللي بتحدد لي ان الحاله سيفير، وهنكررها تاني دلوقتي. وبالتالي ينفع اعالج بدواء واحد وينفع اعالج بايه؟ بكومباينيشن. النقطة الثانية، أنا كده كده مع الأدوية دي بضيف كورتيزون وبضيف ناسيتس، لسه هناخدهم في العلاج. لازم أضيف كورتيزون وأضيف ناسيتس عشان أقلل شوية من حدة الألم وأقلل شوية من الإنفلاميشن. طيب، في نقطة مهمة. لو نفترض إن أنا بدي لك دمار وانت استجبت ليه والاعراض اتحسنت وحصل لك ريميشن، اوقف الادويه؟ ينفع اوقفها ولا ما ينفعش؟ في اوتو ايميون ديزيز ينفع اوقف علاجه اساسا؟ في كرونيك ديزيز ينفع اوقف علاجه؟ يبقى انا حتى لو قلت لك ان الادويه عملت ريميشن وقللت الالم ودارت على الستيفنس خالص ورجعتني اتحرك طبيعي، حتى لو قلت لك ان انا مش حاسس بحاجه، اقلل جرعاتها انما ما ينفعش طب مهما حصل. ودايما خدها قاعده كده في الامراض المزمنه او في الامراض بتاعت الناس الكبيره، عمري ما هوقف دواء بيجيب نتيجه الا في حاله واحده، لو عمل توكسيستي او ليه كونترا انديكيشن
او ما بيجيبش نتيجه اصلا. ساعتها اوقف. انما طالما الدواء بيجيب نتيجه يبقى ما ينفعش اوقفه مهما حصل. فبالتالي لازم هاتي العلاج في خلال 3 شهور. العلاج ممكن يبقى في سنجل ايجنت وممكن يبقى كومباينيشن على حسب التحاليل والاعراض والسيفيريتي. العلاج حتى لو بيجيب نتيجه وحتى لو عمل ريميشن للمريض والمريض استريح ما ينفعش اوقفه. طيب في نوع منه نون بيولوجيك. والنون بيولوجيك هي ادويه بعيده شويه عن التي سيلز والسيتوكينز والانترليوكين والحاجات دي والانتي بوديز والكلام ده. ولكن هي ادويه ببساطه بتجمع ما بين صفتين اميونو سبريسيف وانتي انفلاماتوري. ادويه اميونو سبريسيف وانتي انفلاماتوري. اول واحد من الادويه دي وده بيعتبر فيرست لاين ميثوتريكسات. يعني ايه فيرست لاين؟ يعني هو دايما اللي ببدا بيه العلاج، هو اول واحد في القايمه بتاعتي. بس خلي بالك الميثوتريكسات كان ليه اضرار عن دون مرو، هيعمل مايلوسبريشن. كان ليه اضرار على الرئه، بيعمل بولميناري فايبروزيس. كان ليه اضرار على الليفر كمان، كان تراتوجين قوي جدا ما ينفعش تتحمل، حتى بيحطوه كاتيجوري اكس اللي هو بيعمل تشوهات بالدرجه الاولى. مع الميثوتريكسات في ادويه ثانيه، على سبيل المثال مثلا هيدروكسي كلوروكين. عيبه ان هو سلو اونست. عيبه زي ما خدنا في التوكسيكولوجي ان هو ليه اضرار واعراض جانبيه على مين؟ على العين. كان بيحب قوي اللينس والشبكيه، كان بيتجمع في العين. اوكيولار توكسيستي. انا مش بقول لك الاعراض الجانبيه عشان تحفظها وتسمعها، انا بقول لك الاعراض الجانبيه عشان لما تلاقي حاجه منها في الكيس تعرف ان المريض ما ياخدش الدواء. لو انا عندي بوم مارو ديبريشن وعندي مشاكل في الرئه مش هاخد ميثوتريكسات، هو مش عشان فيرست لاين يبقى اي مريض ياخد. لو انا عندي مشاكل في الشبكيه وميه بيضاء وميه زرقاء يبقى مش هاخد هيدروكسي كلوروكين. في واحد ثالث اسمه سلفا سلازين. عيبه ان هو بيعمل اعراض جانبيه على الجي اي تي. الميزه بتاعته ان هو أأمن واحد فيهم، ما بقولش الأأمن على الإطلاق يعني، بس هو أفضل واحد فيهم لعلاج الروماتويد أرثرايتس أثناء الحمل. سيف جدا. سلفا سلازين، إنما الاثنين اللي قبله ممنوعين تماما في الحمل. طيب. الحاجة الرابعة لفلوناميد. ده بيعتبر بديل للميثوتريكسات لان هو شبه الميثوتريكسات في الافيكاسي بتاعه. شبه الميثوتريكسات في الافيكاسي بتاعه. فالاربعه دول من عيله الدمار النون بيولوجي. يعني مش بدي انتي بادز، مش بدي حاجه توقف التيومر نكروزس فاكتور، مش بدي حاجه توقف الانترليوكين، انا بدي اميونو سابريس. طب خلي بالك من نقطة ما تغلطش فيها. طالما الأربعة دول نفس العيلة ونفس الأداء يبقى أنا ما ينفعش أدي اتنين منهم مع بعض. أوعى مهما حصل حتى لو حالة سيفير. الحالة سيفير أنت بتاخد واحد من هنا مع واحد من هنا. إنما اتنين من هنا مع بعض استحالة. اتنين من هنا مع بعض استحالة برضه ما ينفعش. فدي كلها نقط تبان لك مش واضحة بس هي اللي بتلعب فيها. طيب عشان كده احنا قلنا لو الحاله بتاعته الروماتويد ارثرايتس عاديه بختار واحد من دول. الاولويه مين؟ الميثوتريكسات. اما لو الحاله سيفير فانا هعمل ايه؟ كومباينيشن واحد نون بيولوجيك مع بيولوجيك.
هقول لك في الكيس ان الحاله سيفير لما اقول لك ان الروماتويد فاكتور عالي قوي، او لما اقول لك ان السيترولينيتد انتي بوديز عاليه قوي، او لما اقول لك ان انا لما عملت اشعه على المفاصل لقيت بون ايروجن في تاكل في العظم ظهر لي على الاشعه. احنا قلنا المرض ده كل ما بيسوق بياكل الغضاريف وبعد كده يخش على العظم. او لما اقول لك ان المريض ده من ضمن الاعراض اللي عنده ان في اعراض اكسترا ارتيكولار، يعني اعراض المرض خرجت بره المفصل اللي قلناها الحصه اللي فاتت، ان الانفلاميشن ضر الاعضاء التانيه اللي في الجسم، الانفلاميشن ونشاط المناعه عمل لي دراينس للاي، عمل لي بالمينري فايبروزيس، عمل لي فاسكولايتس التهابات في الاوعيه الدمويه. مجرد ما يتقال في الكيس ان المرض اثر على حاجه خارج المفاصل تعرف ان الحاله سي في، يبقى لازم كومباينيشن. لو قلت لي ميثوتريكسيت بس في العلاج يبقى غلط. او ممكن اقول لك مثلا ايه المريض عنده فانكشنال ديسابيلتي، يعني المرض وصل معايا ان انا مش عارف اتحرك اصلا، مش عارف امارس اي نشاط، مش عارف اشيل حاجه، مش عارف اقوم امشي، ده اسمه فانكشنال ديسابيلتي. دي مش موجوده لو ضعيف يعني معانا. برافو عليك شاطر. طيب البيولوجيك ضمانات، خلي بالك بقى من الكلام، بيقول لك ايه؟ انا هديهم ان كومباينيشن مع النون بيولوجيك لو الحلاسيبي، او هديهم كبديل للنون بيولوجيك لو النون بيولوجيك كان كونترا انديكيتد او كان ان افكتيف. يعني انا عمري ما ببدا بده، استحاله هبدا بده، انت لسه هتبدا علاج تبدا بده فرضاني او كومباينيشن. بس لما اجي على واحد من دول اقول لك ما جابش نتيجه خالص، طب انا هعمل ايه باعراضه الجانبيه؟ هو ما جابش نتيجه خالص يبقى هوقفه واخد البيولوجيك. لما اجي على واحد من دول واقول لك كونترا انديكيتد خلاص ما بقاش ينفع، يبقى اروح لايه؟ للبيولوجي. ما انا قلت لك ما بوقفش الدواء في الامراض المزمنه الا لو هو ما بيعالجش خالص او كونترا انديكيتد، دي اوقفه، غير كده مفيش حاجه اسمها دواء يوقف، بضيف عليه او بكمل. البيولوجيكس دول قسمهم لاثنين، اول عيله اسمها انتي تيومر نيكروزيس فاكتور ايجنتس، ادويه بتتاخد انجكشن فقط مش اورد، وهتلاقيهم متجمعين في الورقه اللي انا مديها لك، يعني هي الورقه اللي انا مديها لك هي الادويه اللي احنا بنشرحها بس متجمعه ومزود عليهم الجرعات، لان الدكتور منى بتحب الجرعات ولا في الورق الاساسي مش كاتبين الجرعات. شعرك من الخلف يا فتاة، شعرك باقي داري عبطك يا فتاة، بارك الله فيك. ايه؟ يا ست ما مش حاجة خير اللي بعملها دي ولا ايه؟ ايه؟ لا 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 مش حاجة، أنا بايس على الطلبة. أنا بتكلم عليك عشان بتاكلي؟ بتقولي ما خدت مرة أو أنا مش سامع، بتقولي إيه؟ خلاص. طبعا لما جم يدوروا في الباثوجينيسيس بتاع روماتويد ارثرايتس لقوا ان اشهر سيتوكين
مسبب الانفلاميشن هو مين؟ تيومر نكروزس فاكتور، ده اشهر واحد بيلعب دور في المرض. فقال لك خلاص انا هعمل ليه ادويه تروح توقفه. ايه الادويه دي؟ واحد اسمه ايتان ريسبت. الايتان ريسبت ده بيروح التيومر نكروزس فاكتور ويوقفه. يمسك فيه ويعمل له عمليه ايه؟ الاكتيفيشن. بس دايما المركبات البيولوجي دي هتلاقي فيه تحذيرات، يقول لك ايه؟ تشيك البي بي دي. البي بي دي اللي هو اختصار لبيوريفايد بروتين ديريفاتيف. بيوريفايد بروتين ديريفاتيف اللي هو مقصود بي تي بي يعني. يعني انت تعمل سكريننج، لان المريض لما بياخد الادويه دي ومناعته بتضعف بيبقى معرض بسهوله لحدوث ايه؟ تي بي انفكشن. في بعد كده انفليكسيمان. الانفليكسي مبدا من اسمه مان، هو مونوكلونال انتي بودي، يروح يمسك في مين ويوقفه؟ تيومر نكروزس فاكتور سايتوكين. ودايما الانفليكسي مبدا اكس اي دي، يعني متخلط كايميريك، متصنع من الهيومن والماوس، بتصنع من الدم بتاع الانسان والدم بتاع الفار. دي بنعبر عنها باكس اي او بقول عليها كايميريك. وطالما هو متخلط وجاي من الفار عشان كده من ضمن مشاكله اللي هتقابلك ان هو ايه؟ انتيجينيك، ممكن يسبب تفاعلات حساسيه قويه. التالت ادالي موماب سترو ليزومان. هما انتي بادز بس حرف اليو ده معناه ان انا جايبهم منين؟ إيه؟ من الهيومن، من الانسان. يعني دول عباره عن هيومن مونوكلونال انتي بادز موجهين للتيومر نكروزس فاكتور، يمسكوا فيه ويوقفوه. وطالما انت عامل له استخلاص كامل من الانسان يبقى هو لسه ايه؟ انتيجين، مش هيعمل حساسية بنفس قوة الانفليكسي. النوع الثاني نون تيومر نيكروزس فاكتور ايجنتس. هما بيولوجيكس برضه بيشتغلوا على المناعة بس بعيد عن التيومر نيكروزس فاكتور. في عندنا اباتا سيت. الاباتا سيبت بيروح يضعف الاكتيفيتي بتاع التي سيلز، بيستهدف التي سيلز ويمنعها ان هي تمسك في الانتيجين او التارجت بتاعها. اباتا سيبت من ضمن مشاكله اللي هتقابلني ان هو بيعمل التهابات في مكان الحق. التهابات في مكان الحق دي اسمها انفيوجن رياكشنز. طيب مين تاني؟ في انا كندرا انترليوكين 1 ريسبتور بلوكر. انا كندرا انترليوكين 1 ريسبتور بلوكر. الانترليوكين ده نوع من انواع السيتوكينز. ثالث حاجه من ضمن الحاجات اللي ممكن تقابلنا كان واحد مشهور قوي اسمه ريدوكسيمان. كايميريك انتي بودي بيروح يمسك في بروتينات موجوده على سطح البي سيلز اسمها سي دي 20. بيمسك في بروتينات موجوده على سطح البي سيلز اسمها سي دي 20 ويوقف نشاط البي سيلز. ولو الريتوكسيمان عمل لك التهابات في مكان الحق ممكن استخدم معاه كورتيزون. في عندنا توفاسي تينين بيوقف انزيم في خلايا المناعه اسمه جانس كاينيز، ده الوحيد فيهم اللي بيتاخد اورال. بيوقف انزيمات في الاميون سيلز اسمها كاينيز انزيمز،
ودي الانزيمات بتلعب دور مهم جدا في عمليه السيجنالينج وفي النشاط بتاع البي سيلز. في واحد اخير هضيفه تحتيهم، توسي ليزو مان، ده انترليوكين 6 ريسبتور بلوك. توسي ليزو مان انترليوكين 6 ريسبتور بلوك. توسي ليزو مان. برافو عليك يا شاطر. طيب دي الأدوية اللي احنا بنستخدمها في علاج الروماتويد أرثرايتس كعلاج أساسي اللي هي الضمانات. أمسح؟ المهم ان لو مريض قلب
دواء سيوله ولازم ياخد ستاتنز ولازم ياخد اوميجا 3 فاتي اسيد لان الاوميجا حلوه للدهون. فكحمايه للقلب والمنع من حدوث المضاعفات بمشيه على اسبرين يعمل سيوله وستاتنز واوميجا 3. وطالما في مشاكل في القلب يبقى تخلي بالك عشان الكيسز ما ينفعش في العلاج يبقى فيه ايه؟ تيومر نكروزس فاكتور انهبيتور. يعني سبب بالكلينيكال ترايلز ان وجود التيومر نكروزس فاكتور انهبيتور بيزود المضاعفات والهوسبيتاليزيشن والمورتاليتي. طيب حاجه ثانيه، لو مريض بنتكلم على وجود انفكشن، هو طبيعي طالما باخد ادويه الروماتويد ارثرايتس فانا معرض لحدوث انفكشن. يعني لازم المريض ده كل شويه اعمل له سكريننج لمين؟ للتي بي، اشوف جاله تي بي ولا لا. وكمان لو المريض بتاع الروماتويد ارثرايتس هياخد فاكسين لازم ادي الفاكسين قبل ما ابدا الدمار بحوالي اسبوعين. ما ينفعوش مع بعض لان الدمار ده بيضعف المناعه، والمناعه لما تضعف الفاكسين ممكن يتعبني، ممكن يسبب لي عدوى، ممكن يسبب لي مشكله. فعشان اضمن ان الفاكسين هيشتغل ادي الفاكسين الاول وبعديه باسبوعين ادي الدمار. طب هو بالعكس اللي بياخد ادويه روماتويد ارثرايتس لو هنديله فاكسين بديله الفاكسين اللايف ولا الاتينويتد؟ اتينويتد. ما ينفعش اخد مايكرو اورجانيزم حي والا هيسبب لي انفكشن لان المناعه ضعيفه. فعشان كده بيقول لي ما تستخدمش معاه اللايف فاكسينز. طيب بالنسبه للهيباتايتس بي وسي، والله لو انا كان عندي هيباتايتس واتعالجت خلاص بتعالج كبني ادم عادي. انما لو لسه عندي هيباتايتس بي او سي يبقى في ادويه الروماتويد ارثرايتس انا بفضل الدمارتس العاديه عن البيولوجيكس. يعني بفضل الحاجات النون بيولوجيك اللي كانت في الاول عن البيولوجي. ده لو لسه ما زلت مصاب بالفيروس وبتعالج. طيب لو في اورام سرطانيه ميلانوما او ليمفو بروفريتيف ديسوردرز ليمفوما، والله في الميلانوما بفضل وده بناء على الدراسات طبعا وتعرض للمخاطر بفضل الدماردس العاديه عن التيومر نيكروزس فاكتور انهبيتور. ولو في اورام سرطانيه في الدم بفضل الريتوكسيمان عن التيومر نيكروزس فاكتور انهبيتور. لان اساسا الريتوكسيمان لو تفتكر هو بيعالج الليمفوما والليوكيميا، يعني هو ليه تأثير إيجابي في علاج سرطان الدم. فأنا لو عايز أعالج مريض عنده روماتويد أرثرايتس وسرطان في الدم بحاجة بيولوجيك هيبقى أفيد واحد لحالته هو مين؟ ريتوكسين. طيب لو المريض بتاع الروماتيزم ده بيعاني من هشاشة عظام لازم مع العلاج يبقى فيه فيتامين دي وكالسيوم. اي مريض هشاشه عظام لاي سبب ولاي درجه لازم ياخد كالسيوم وفيتامين دي. وكمان المريض بنسبه كبيره هياخد بيسفوسفونيت بالذات لو هو كان بيتعالج بالكورتيزون. يعني لو انا كنت بديله كورتيزون يبقى لازم في العلاج بتاعي يبقى فيه بيسفوسفونيت عشان احمي العظم واقلل الاضرار على العظم. تمام؟ في مشكلة؟ اقرا الورقة اللي معاك. احفظ يا بنتي ما شرحتهم. امال هو اللي هقراهم دول ما هو اللي شرحتهم. انا عارف.
ده اللي هقرا معاكم الجرعات. حافظهم يعني؟ اه حافظهم. طب يلا روحوا مش اي حاجه. ايه؟ خلصت؟ ايه دي؟ خلصت. المذكره متخلصها؟ لا انا كده خلصت الحصه. الله والكلام اللي هقوله دلوقتي شرحته. العلاج عمري ما بكره حد الحمد لله. نان بيولوجيك دمارت وبيولوجيك دمارت. معلش مش حافظ مين النان بيولوجيك ومين البيولوجيك فهقراهم. الميسوتريكسيت اول واحد جرعته من 7.5 ل 15 كل اسبوع. فيرست لاين دمارت اعراضه الجانبيه ايه؟ معلش مش حافظها فقراها. بيعمل مايلو سبريشن ليفر دامج بالميناري فايبروزيس تراتوج ما ينفعش في الحمل. لفلونا مايت 10 ل 20 مللي جرام يوميا سيميلر تو ميسوتريك زيت. لما ببدا بستخدمه في العلاج ببدا بلودنج دوز جرعه كبيره في الاول بالذات في اول شهر. هيدروكسي كلوروكين 200 ل 300 مللي جرام مرتين في اليوم. يعني بالترتيب كده مره في الاسبوع مره كل يوم مرتين في اليوم. مونيتور فور اوكيولار توكسيستي. This agent has better adverse effect profile يعني هو بصفه عامه اعراضه الجانبيه مقبول. سلفاسالازين من 500 ل 1000 مرتين في اليوم برضه جي اي تي ادفيرس ايفكت. البيولوجيك اللي هنتكلم عليهم اللي هم الانتي تيومر نكروزس فاكتور مفيش حاجه فيهم اورال خالص. التاني ريسبت 50 مللي جرام سبكيوتينيوس اسبوعيا بيمسك في التيومر نكروزس فاكتور ويوقفها. يوزد ان زوز ميسوتريكسيت ثيرابي فيلز. مونيتور فور انفكشن تشيك بي بي دي يعني اشوف ايه تي بي بيرفايد بروتين دريفت. انفليكزي ماب 3 مللي جرام لكل جرام في الوريد. الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسبوع السادس وبعد كده كل 8 اسابيع. ماوس هيومن كايميريك انتي بودي بيمسك في التي ان اف. بديه مع الميسوتريكسيت to prevent the formation of antibodies to this protein. Monitor for infection, check BBD. Adalimumab 40 mg تحت الجلد كل اسبوعين. Human antibody to TNF. Less antigenic. Monitor for infection, check BBD. طبعا المناعه بتضعف. Citrullinemab 400 mg تحت الجلد. جرعة في الأول، جرعة بعد أسبوعين، جرعة في الأسبوع الرابع، وبعد كده 200 مللي جرام كل أسبوع. أنتي بادي للتي إن إف may have best response when given with methotrexate monitor for infection. جوليموماب 50 مللي جرام سبكيوتينيوس كل شهر زي اللي فوق بالظبط مونوكلونال أنتي بادي للتي إن إف. بدي مع الميسوتريكسيت ككومباينيشن مونيتور فور انفكشن.